يقضي المتعثرون شهوراً وسنوات خلف القضبان مكبلين بسلاسل الديون والمديونيات لعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون للغير، وقد تكابد أسرهم صدف العيش والحرمان بعد سجن رب الأسرة. وقد بات ملحوظاً تزايد أعداد السجناء الموقوفين والمحكومين، وذلك نتيجة لجملة من الأسباب. نموذجنا اليوم أهرقته الكفالات الغرامية، هو وغيره يرجون ولاة الأمر وأهل الخير والمحسنين في هذا البلد المعطاء لمساعدتهم في فك كربتهم في عام زايد الخير. مساء الخير. مساء النور. من وين حضرتك؟ فلسطين. من فلسطين. رقم النزيل؟ 271498. شو قضيتك؟ شك لمستشفى. شو السبب؟ بنتي انولدت بالشهر الخامس. ايه. ووقت ما انولدت قالوا لي انه هي مش عايشة، وبقضاء الله وقدره بعد بدايتين تقريبا ثلاث دقائق عاشت، واضطرينا ندخلها على الان اي سي يو للخدج. وقعدت 77 يوم ما بين عمليات وعلاج، يعني عشان ولدت ب 850 جرام ونزلت ل 650. لحظة، من الأول أنت متزوج ومقيم؟ أيوه. وعايشين هون وبتشتغل؟ صحيح. أول بيبي هيدا؟ لا، أول اثنين عندي توفوا توأم. من قد ايه الفترة؟ 2013. الله يرحمه. 2016 الله يسلمك. رجعت هيدا العام؟ لا، رجعت مرتي ولدت بال 2014 بنتي الكبيرة، كمان قضيناها بالمستشفيات 26 يوم بالعناية، والحمد لله بنتي هلا عمرها 3 سنين ونص. الله يحفظها. الله يسلمك. وبال 2016 اجتني بنت صغيرة بالشهر ال 26 ويكس بالحمل، وقالوا لي انه ميتة وعاشت وضلت بالعنايه الان اي سي يو 77 يوم. ايه. انتوا ما عاملين انشورنس؟ اكشلي كان عندي انشورنس بس بيغطي 200,000. وهي تعدت المبلغ؟ هي كلفت بحدود مليون. مليون درهم؟ علاج البنت؟ ب 77 يوم، غير مستشفى لطيفه، غير المستشفيات الثانيه بابو ظبي ودبي. بس هاي المستشفى اللي فاتحه فيني القضيه اللي ماخذين مني تشيك كلفت 943,000. غير مستشفيات ساعدوك مجانا؟ لا، دفعت. دفعت. هذه المستشفى من 900 وشوي غطت تأمين 200,000. والباقي عليك؟ الباقي في مبلغ معطينه نحن، وضل عليه 543، وماخذين مني تشيك ب 600. قد عمر البنت هلا؟ سنتين وشهر. وقد لك بالحبس؟ شهر. يعني هدول الشركات تقدموا، يعني نرفع فيك دعوة، بس هلا أخذت مجرى هالقضية. صح؟ طيب، ما حاولت تحكي مثلاً وزارة الصحة أو شيء؟ والله حكيت ما كتير، حكيت بالجرائد. بس أنت ودخل المستشفى، يعني ما عرفت إنه حيطلع عليك هالمبالغ؟ لا، عشان نحن وقت ما دخلت على المستشفى كنا مكان كتير قريب من المستشفى، فأجاها وجع، اضطرينا إمرجنسي نروح، قالوا له ثلاث أيام تطلع، لسه بكير للولادة، طايل لها ثلاث أشهر. فقلنا له ممكن على أساس ثلاث أيام تطلع. بنفس الليلة دخلوها على غرفة العمليات، بنفس الليلة يعني بعد بثلاث أربع ساعات قالوا لي ما في، لازم تولد، ولا يا نخسر الأم يا نخسر، يعني البيبي خسرين بس بدناش نخسر الأم. فدخلوها عمليات، ولدت الساعة 4:30 الصبح. بعد دخولها دخلنا على الساعة 8 المستشفى بالليل، والدكتور قالت إنه البيبي خلص ما حيعيش؟ لا، مش عايش. بعد ما ولدت بدايتين ثلاثة طلعت عايشة. طيب، وبدأ كوفاز، يعني دخلت البيبي بعناية بالحضانة. ايه. 77 يوم بالحضانة، يعني هو هذه التكلفة هي الحضانة بس الحضانة. وعملوا لها يعني في عملية عملناها بعيون، وعملت لها فرضة بعملية بالقلب. من بعد ما طلعتوا من هالمستشفى؟ قبل ما تطلع بشوي عملنا عملية العيون، وبعد ما طلعنا السبب اللي انا اعطيت التشيك كان لازم اطلعها من المستشفى اللي في دبي الى ابو ظبي، وكانوا رافضين انه
من دون شك من دون شيء. شك ضمان؟ شك انت عطيت شك بلا رصيد؟ انا قلت لهم ما عندي دفتر شكات. طيب انا ما عندي فعليا ما عندي، انا كنت متفنش. متفنش من وين؟ من شغلي. شو هو شغلك؟ مدير تطوير. وين؟ بزنس ديفلوبمنت مانجر بدبي بشركه بديره. بديره؟ وهي الشركة ما في ما بتتعامل معكم على أساس ضمانات وهيك ضمان صحي وهيك قصص؟ لا بس كانت مرتي عندها تأمين ماخذيته من يعني من الشركة اللي بتشتغل فيها هي؟ لا كنا عاملين اقامات عليها. أعطينا تأمين ودافع حق التأمين أنا. ومرتك كانت تشتغل؟ لا. طيب. وعاشت بنتي والحمد لله. يعني هذا هو أهم شيء عندي يعني. عاشت، شو سميتها؟ ماريا. نعم ماريا. العمر كله. الله يسلمك. طيب هلا القضية دخل فيها محامي، حاولتوا تعملوا شيء؟ حاولنا يعني حتى قبل ما يعني المحامي عم بيحاول كان قد ما بيقدر، بس نفس الوقت كمان كثير توجهت لناس لعالم لجمعيات لأفهم لجرايد، لا ما تركت يعني ما فعليا. انا سمعت بقضيتك صراحة قبل، حكى فيها بالأفقام وحكى فيها بالكتابات بالجرائد وحكى فيها بالسوشيال ميديا وكتير عالم يعني طلعت لمكاتب ناس كبار كتير، وللأسف يعني الحمد لله رب العالمين ما حدا ساعدني هلا، ما فيش غير شخص واحد من دون ذكر أسماء هو اللي وقف جنبي لليوم واقف جنبي، لا بعرف ولا بيعرفني بس فعل خير يعني واقف معي بكل شيء حتى ولي حتى للمحامين. هلا لما اعطيت الشيك للمستشفى كان الموضوع انه انا قلت لهم انا ما عندي دفتر شيكات، قالوا لي لا بدنا تشيك ضمان. قلت لهم يا جماعه بنتي لازم تعمل عمليه في ابو ظبي، ذا القلب اللي ممكن اخسرها بعد 3 شهور يعني بعد 77 يوم اخسرها مش منطق. فاصروا فتذكرت انه عندي دفتر شيكات لحساب فتحته وما استخدمته، هو لحاله عملوا له البنك سكروا لي اياه، عندي اياه من قبل 2010. قال لي الموظف اللي بالمستشفى قال لي ما عندي مشكله هذا تشيك ضمان وواحد شرف مني ما حد ياخذه مني. قلت له واحد ووعدني قدام يعني اكثر من اثنين انه هذا التشيك ما حيتقدم، هذا حيضل ضمان عنده بالخزنه هو، هذا الليجل اللي عنده في المستشفى. فرحت طلعت البيت جبت التشيك وحطيته قلت له حسابي مسكر هذا ما في. قال لي مش هذا التشيك بس ما قلت له، قال لي خلص توكل على الله. قلت له توكلت على الله وللاسف. هو كم تشيك عامل انت؟ بس 600,000. هو هذا مبلغ كبير هيك 600,000. قال لي 500 شوي، قلت له ما بهمني قد الفراطه بدك 600 هاي 600 بس خلونا طلع بنتي للعمليه. بدك تدخلها كنت وقتها؟ يعني كان ما في حل عندي وكان ابو ظبي عم بشدوا علي انه تجيبها تجيبها لازم عم تتاخر، هذه العمليه طلبوا لها دكتور من برا على كلامهم يعني انا بسمع. عمليه العيون هيدي؟ لا للقلب للبي دي اي. عملية قلب مفتوح ولا لا. ثقب بالقلب ولا شو؟ لا الشريانين منفصلوا عن بعض ما لحموا فكان في عم بيصير نزيف داخلي فكان لازم يسكروا لي اياه. هلا على كلامهم انه هذه العملية الأولى في الإمارات السادسة عالميا على كلامهم، على ما بجيبش الحكي من عندي يعني، وجابوا الدكتور على أساس اجى من كندا على المستشفى في أبو ظبي وعمل لي اياهم نشحت سكر لي اياهم عن طريق إجرها بالشريان. طيب هم بيفوتوا على العملية وبيعملوا عملية بتشيك يمكن ما مأكدين من قديش فيه مصاري، إذا في مصاري بالبنك ولا لا؟ أي هاي أبو ظبي؟ لا أبو ظبي دفع لهم كاش قبل ما يعملوا العملية. دفع مبلغ مش كثير يعني دفعنا 39,181 درهم للعملية. أنت مشكلتك مع المستشفى اللي قعدت فيها الفترة الطويلة. وبس طلعت من أبو ظبي وين راحت البنت؟ ما وقت ما رحنا ابو ظبي كان الدكتور بده يعمل العمليه مستعجل فيها بس ما عملها عشان اجلها فضلتني رايح جاي بين هي كانت بمستشفى ثاني بدبي بنتي وديتها على مستشفى غير اللي قعدت فيها يعني قد ايه قضيت بالمستشفيات من الاخر؟ لا طلعت من كم من يوم مستشفى، ما هي كل اسبوعين بتدخل مستشفى بعدها بتفوت وبتطلع لسه عندها جلطه في القلب. حرام عندها لسه بسموها فيجيتيشن، الجلطه هي ثروبوسيس، هذه فيجيتيشن صارت ملحومه على القلب. فهي عم تكبر البنت بس القطعه بعدها نفس الحجم، فقالوا لي انه ان شاء الله ما تتحرك. يعني هي معرضه حياتها بخطر باي لحظه ما هيك؟ على كلام يعني انا مش دكتور بس يعني قالوا لي بس توصل فوق 6 سنين بيكون وزنها وطولها وحجم قلبها كبير لدرجه انه هذيك بتصير نقطه دم وخلص.
حسب ما عرفت انه انت يعني عملت حمله طلبت فيها مساعده عبر وسائل الاعلام. صحيح. وكمان موقع لينكدين اللي هو فيه شخصيات معينه ببوزيشنز معينه. صحيح. شو صار معك وقتها؟ بعثت برايفت مسج، مش يعني اول شيء بعثته برايفت بعدين حطيته عندي على البروفايل. اول شيء بعثته لاكثر من 10,000 شخص برايفت مسج، ورجعت بعد يومين حطيته عندي على البروفايل كل الناس تشوفها مش بس الفولورز تاعوني. الحمد لله رد علي واحد منهم وبعث لي رقمه وقال لي انه اتصل فيه. اتصلت فيه ثاني يوم عشان شفت المسج بالليل، وسالني كم من سؤال على الموضوع عشان اتاكد من اللي هو قرار المسج تاعتي. فرديت عليه وطلبني لعنده على المكتب، وعنده شركة ميديا. فرحت لعنده على المكتب، قابلت 2 موظفين عنده وشافوا أخذوا كل ورائي وسمعوا القصة كلها. هذه بأي مرحلة كنا؟ بأي فترة؟ هذه كانت قبل عمليتها، بعدها هي المستشفى بنتي، يعني كانت كنت ثاني شهر من ولادة بنتي كان بعدها المستشفى. وكتبوها هن ووصلوها لناس كثير، وهن اللي نزلوها بجبهة الخليل، وهن اللي وصلوا الإمارات اليوم وصلت خط ساخن. هن نفسه هو الشخص اللي حكاني، هو نفسه اللي عمل عملية بنتي، هو اللي تكلف بدفع العملية، وهو اللي دفع بالمستشفى اللي في دبي كمان مبلغ، ووقف معي عشان كنت أنا متفنش وكنت محتاج حد يساعدني، إنه عشان عم بروح عم بنتقل بين المستشفى واللي هي فيها وبين مستشفى لطيفة عشان الدم، عشان كنت يوميا لازم أجيب 4 أشخاص دمهم نفس فئة الدم وتكون غير مدخن، ما بيشرب، ما بي مش مرشح، ما بياخذ بنادول، ما بياخذ يعني دم يكون كبير بالضبط. فكنت يوميا ابعث على الواتساب وعلى السوشيال ميديا انه محتاج يجوا الناس، اروح اقابلهم بمستشفى لطيفه، استنى لنجمع صفائح دمويه من 4 اشخاص بيور، اروح على المستشفى اللي بنتي فيها اقول لهم انه صار عندنا اليوم 4 وثاني يوم واللي بعده كل يوم. فكنت انتقل يوميا بين مستشفيتين وبنتي الكبيره في البيت. وكمان اللي صار معنا انه وقت ما مرتي ولدت هذه هي اللي انا صراحه ذبحتني كثير، اللي هي انه كان المفروض ما بدي انا عمليه سيزيرين، انه حتى لو كل شيء بدي اياه طبيعي، فما كان صار حاله مرتي خطره. في غلطه صارت من المستشفى خلت مرتي تصيبها 3 جلطات. جلطات وين؟ جلطات بشو؟ صابها سيجرز. يعني جلطات بقلبها ولا بشو؟ لا. ولا بإجرة ولا ب نصف جاها. جلطة بعصب، بالعصب تبعها بوجهها عشان إبرة الظهر. يعني جسمها ما كان حامل ابدا هالشيء يعني. والدكاترة التم وكل دكاترة القلب الاعصاب الجنرال مع كل دكاترة اللي تموا وعملوا لها فحوصات عشان يشوفوا شو اللي عم بيصير معها، ووقفوا بقولوا لي كزوجها we don't know what's wrong with her. بس رجع مشي حالة صح؟ رجع مشي حالة بعد تقريبا أسبوع أسبوعين ودفعوني كل الفحوصات. دفعتها على كاش. يعني إنه مش بس صار معي، إنه وكمان أزوا مرتي بوقتها. طيب هلأ أول شيء بقول لبنتك يعني إن شاء الله طولة العمر، الله يسلمك، إن شاء الله ربنا بيشفيها قريباً. آمين. يعني وما بتحتاج أي شيء. آمين. وتاني شيء في ناس من أهل الخير أكيد حيهتموا بموضوعك طالما أنه إيمانك بالله كبير. نعم بالله. ويمكن هذا امتحان لألك قديش بتصبر وقديش بتقدر أنك يعني العطاء هذا اللي عم تعمله ما له حدود، انت كأب وكعائلة عم تنقص حياة بنتك. الحمد لله. اكيد ربنا بيكفيك. وكنت بدي اسألك عن وجودك هون بسبب هيدا التشيك، يعني الحالة الانسانية طبعا حالة نوقف عندها، ولازم الاعلام كله يتبنى موضوع طفلتك ماريا. انت اسمك احمد. صحيح. حنقول اسمك لانه انت اوريدي معروف يعني بهذا الموضوع، يعني انعرفت بالسوشيال ميديا بأماكن انه بسبب انك طلبت مساعدة. فوجودك هون اكيد في له اهتمام معين من قبل القيمين على المؤسسة الإصلاحية والعقابية.
كون انت يعني فعلا حالة انسانية قدت فيك الى هون، يعني انت مش قصدك يعني هذا الفلوس اللي عليك او الدين اللي عليك مش هو جراء نصب او حالة. صحيح. فاحكي لنا هون كيف تعمل، شو بتعمل مع مين، تتحاكى، شو بتقضي وقتك كيف؟ والله شوف هلا كبداية بدي احكي انه الشرطة نفسهم عم بتعاطفوا معي كثير عشان الكل سامع بقصتي، يعني الحمد لله ما في حدا عم بتعاطى معي لا من المساجين ولا من الشرطة، كله عم بيعاملني حالي خاصة عشان انا دخلت لأول مرة يعني عشان بنتي. فقال لي اياها عسكري جوا بقول لي انت بترفع راسك وبتمشي، كلنا مفتخرين فيك انك داخل عشان بنتك مش عشان شيء ثاني. فهي لحالة كانت تكفيني، اني اول اسبوع انا كنت متوتر وعلى اعصابي واكل هم كل شيء برا وجوا. وقت ما قال لي هالجملة هذه كثير نفسيتي تحسنت، انه ما تزعل ولا تقهر حالك، انت مش داخل لا ناصب حدا ولا سارق حدا، انت داخل عشانك انقذت بنتك، فارفع راسك وانت ماشي بين الناس. طيب انا ما سالتك اسم المستشفى يعني بالضبط، لانه سمعت اسمها بس ما ركزنا، شو الاسم المستشفى اللي هي اللي لها التشيك؟ ميد كلينيك سيتي هوسبيتال. ميد كلينيك سيتي هوسبيتال بدبي. ايه. ورفعوا هيك دعوه؟ صحيح، رفعوا دعوه عشان كانوا يقولوا لي بالاول ان احنا اقوى من اي بنك في العالم، فلو تدفع لنا اقساط لو 2000 درهم بالشهر طالما عم بتحرك حسابك عندنا ما عندنا مشكله. اوكي. و اخر دفعه اعطيتهم اياها مبلغ 17000، صار معي مبلغ عملت ارشير، فجيت دفعت لهم 17 قلت احسن ما كل اسبوع اروح امر عليهم اعطيهم 1000 وكل اسبوعين 2000، قلت خلص بعطيهم 17 ولا يرجع الله يرزقني يعني عشان كنت بلا وظيفه. اعطيتهم 17 وغبت شوي عنهم يعني قلت لك ما كنت بلا، كنت بلا وظيفه يعني كنت عم بشتغل فريلانس. وفجأة اكتشفت انه فاتحين فيني بلاغ، ومش بس هيك كمان يعني حكم علي شيء غيابي، وانا ما كان عندي علم ابدا في الموضوع. ما تبلغت ولا جلسه؟ لا. بعدين بس عرفت. كيف عرفت؟ الموظف تبع المستشفى اللي خبرني. عشان رجعت اخذت بنتي على المستشفى عشان العيون، عشان عملت عمليه العيون هناك في المستشفى. فكنت داخل انا وبنتي ومرتي عشان الدكتور يجي اشوفها، وكان في دكتور عيون هناك هو في المستشفى نفسها بس ما كان يسجلني انه انا جبت بنتي ولا طلعني، كان كل شيء ببلاش. كان يساعدك هو اللي عمل عمليه بنتي للعيون. فكان كثير مهتم انه يتاكد انه بنتي حتشوف. هلا هي بتشوف منيح؟ الحمد لله، الحمد لله بتشوف كثير منيح. بتحكي؟ بتحكي؟ بتتكلم البنت؟ حكت معي من يومين قالت لي بابا بيبي باي ماما. يعني قالت لي بابا. الله يحلي لك. الله يسلمك. ولا الحمد لله بتمشي وقوية وعصبها قوي يعني. عندك محامي؟ محامي كلفوا لك محامي صح؟ ايه. هو الشخص شو بيقول لك؟ شو النصيحة القانونية يعني؟ عم بحاول هلا يعني ما عندي اخر فترة يعني تقريبا صار اسبوعين ما عندي علم شو عم بيصير بس. انت قد لك شهر بالضبط؟ هون تقريبا يعني نتوكل على الله وعليهم من بعد ربنا. فبس هي الطريقه اللي عرفت فيها، رحت على المستشفى وشافني هناك موظف وقال لي انه كان فتح فيك بلاغ. قلت له شكرا. بعدين شو صار؟ حكيت مع الشاب الزلمه اللي ساعدني قلت له هيك هيك صار معي، فانت من اول يوم معي فقل لي بس شو اعمل، ادفايس مي يعني. قال لي ما تاكل هم وانا معك، قلت لك وانا وعدتك و ليوم يعني معك. هو اللبناني اللي ساعدك؟ هو حط لك محامي؟ هو اللي حط لي المحاميين. بس هلا تنقول تنعمل ملخص، هلا بقي عليك 600000 بالضبط؟ 543000 بس التشك ب 600، بس هن لهم الحق ب 543000 بلس ماينس فراطه يعني. وبقسطوا لك اياها؟ هني فتح بلاغ عشان ما بدهم يكملوا الاقساط. ما بقى كانوا بدهم اقساط بعدين غير رايهم. بتعرف مين صاحب المستشفى؟ والله قالوا لي انه هنود عندهم شركات، مجموعه شركات مش بس مستشفى. فبس مش متاكد، بس انه اتس كوربريتي تابعه لجروب اوف كومبانيز. حنحاول نعرف نحن مين ونشوف اذا بحضر برنامجنا حريتك مع حواس نقدر نساعدك بهالموضوع ان شاء الله. وأكيد كلنا معك قلبا وقالبا، وإن شاء الله نشوفك حر
وتشوف بنتك وبنتك تتحسن وتصير أحسن حال إن شاء الله. رمضان كريم. أهلا عليك إن شاء الله.